الشاعر بصوت حسام نصر الله. كان القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي صحابياً وفارساً وقائداً مسلم وبطلاً عربياً مشهوراً، شهد حروب الردة والفتوحات الإسلامية، وله بلاء عظيم في معركة القادسية واليرموك وغيرهما من معارك المسلمين. ولما شهد معركة اليرموك أنشد أبياتاً قال فيها: ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناب لدى البعاق، قتلنا الروم حتى ما تساوي على اليرموك مفروق الوراق، فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق، غداة تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر تعضل بالذواق. قال الشاعر بصوت حسام نصر الله.